السلام عليكم، بانه كاينه واحد الضجه كبيره على هذه اللحوم ديال البرازيليه، بانه كامل المغرب كيهضر عليه. ودابا حنا هاد اللحوم اللي كتجي من البرازيل حنا مازال ما شفناها فيها هو اي حاجه هنا. فبالنسبه هاد سميتو بالنسبه اكادير ولا نزكان مازال ما وصلنا والو عندنا، ولكن الناس كلها كتهضر، كلها كتسال وقت ما بايت يتقدى ولا سميتو كيتسال وكيحلف الخدام بانه هي ماشي ديال برازيليا او لا ديال سميتو. حنا ديال البرازيل ما عندناش هنا في منطقه السويس، وهنا عندنا غير المنتج الاصلي ديال المغرب، اما هذا ديال كما كيقولوا ديال البرازيل ولا ديال هذا ديال اسبانيا. راه فكاين فرق بيناتهم، الفرق ديال هاد اللحوم اللي جات اللي مستورده على من الخارج، بان هي كيقولوا الناس الكاموس وكثرت الاراء وكثر الكلام وكثر سميتو، هي فعلا هي هاد الابكار كتخالف من دوله لدوله. الابكار ديال المغرب ماشي بحال ديال البرازيل او لا ديال اسبانيا او لا ديال هولندا او لا ديال اللي جايه، اللي كل الاصناف كتخالف على سبحان الله على سميتو ديالها. بان هاد اللحوم ديال البرازيل واللي جايه اللي مستورده من البرازيل واسبانيا، بانه هي فعلا مذبوح كيذبحوها، ولكن فهنا في اكادير ما كايناش عندنا. ونقطه اخرى بانه هاد الناس كيقولوا لا هو راه اللون ديالها، لا هو كما شافوا الناس دوك العجله اللي هربوا في الطريق ديال مدينه الرباط، بانه قال لك فيها الدود. لا هادشي لا يعقل، باش شي بهيمه تكون فيها الدود في النيف ديالها، ولا هذيك الكوشه المسكينه كتجري وسخفانه وخرجت الخناين من اخرها. ما كاين لا دود، ما كاين لا هذا لا هذا. الناس كيكثروا الله يهديهم حتى هما، بانه هاد اللحوم ديال البرازيل وهذه اللي مستورده ديال على برا الله يكون في العون. الناس فعلا هي كون كانت بشي ثمن بسيط بانه واصلين شي 50 درهم او 60 درهم غادي يتقداوها الناس، ولكن كم في الثمن ديالها كان هي في الثمن ديالها بحال المنتوج ديال المغرب ولا هذيك اللي جايه على المستورده على برا. بانه هي كيقولوا الناس بانها جايه بواحد الثمن باهظ من على الدول ديال الاوروب، وهنا كتباع بواحد الثمن. اما كون كانت ناقصه على الثمن اللي باش اللي ولا بهذا الثمن ديال اللحوم ديال البقر ب 90 درهم، كون كانت هي ب 60 درهم ولا 50 درهم غادي نحيدوا ذاك بانه برازيليه واسميتو. الناس مساكن باغيين غير رخا. بالنسبه ناحيه الجوده كما كيقولوا الناس، لا هو اللون ديالها داير وفاعل، لا هو ما ناكلها، لا هو اسميتو، لا هو راه كنقولوا المنتوج ديال المغرب راه ما كاين ما احسن في المذاق ولا في اللون ولا في اسميتو. ولكن هذا البقر جاي، هذا العجل جايين من على الباطو وهما في الطريق شحال من يوم وكيتنقضوا وكيتحركوا، راه غادي يتغير اللون ديالهم وغادي يتغير الشكل ديالهم وغادي يتغير عليهم الاعلاف. كاين بعض النقاط ما كيعرفوهمش الناس، والحمد لله دابا الناس راه كتجي كتسالنا بان هاد اللحوم واش هي ماشي برازيليه. فعلا كثرت الهضره، ولا اللي نعم الناس مخوفين واللسان ما كاين باش يتخوف، لانه الدوله خدمت في هذا المشروع بانه جابت اللحوم من الابقر على برا باش غير يتخفف هذا الثمن ديال هذا اللحوم للمواطنين. ولكن الناس الله يهديهم، الله يجيب لي فيها الخير. الا غزات هاد اللحوم راه غادي المنتج ديال الوطن غادي الحمد لله غادي يتقاد الوقت، ولكن الا كان شي ثمن بسيط شويه الحاس بيتو راه غادي الناس غادي يديوها، لان هاد اللحوم دابا وصلت 90 درهم 95 درهم الكيلو البقر. والغنم هو كاع ما كاينش ما كندبحوش، كاين غير المعيز لان الخروف ما كاينش، وكاينه ظرفيه اخرى ما كاينش غير بانه هاد الابقار اللي جايه من سميتو. كاينه حتى الخروف دابا كتذبح في المناطق اخرى
دايرين فيها الجزاره غزه وكل جزار كيد بحال 40 راس ديال الخروفه، كنطالبوا من الدوله بان هاد الخروفه يشوفوا كيديروا لها لانهم محتاجينها باش تولد لينا، محتاجين من المنتج ديالها، محتاجين منتج. وكاين بعض الجزار كيدبح، واحد الجزار كيدبح 40 راس ديال الخروفه ما فيها ولا خروف، وكيدبح وكاين اللي كيدبح النعجه معاها، كيخلط معها النعجه، هذا سميتو ما كاين اللي كيدبح معها ولا خروف، 50 نعجه او لا خروفه ما فيها والو خروف. كنطلبوا من الدوله لانه الا بغينا انت المنتوج في هذه الاغنام راه ولات النتوى كتذبح بالاكثريه، يشوفوا كيفاش يحصروا هذه النتوى ديال الخروف، هذه الخروفه وهذا النعاج، لانه هي المستورد ديال سميتو، هي المستورد ديال الاغنام، هي اللي غادي تولد لنا، هي اللي غادي توفر لنا الاغنام، ولا مشينا قتلنا الخروفه شكون باقي غادي يعطينا المنتج ديال الخرفان؟ اللحوم البرازيليه دابا حنا ما عندنا باقي فيها شي درايه ولا شي خبر، واش غادي تدخل ولا ما غادي تدخل؟ بالنسبه لانزكان ولا غادي راه مازال ما دخلنا عندنا والو حنا في هذا الابقار. ونزيدك واحد النتيجه الاخرى وهي هاد الابقار اللي ديال اسبانيا شتها انا ممتازه، ماشي سميتو شتها ولكن الوقت اللي هما كيشوروا القطط كثيره ما كيعزلوش لا من الضعيفه لا من السمينه، هذا هو المشكل. راه فعلا البهيم ديال الربيع هي راه كتغير الالوان ديالها، المنتوج ديال اللي على برا ديال الخال اللي كتصدر من الدول الاخرين بانه حنا المنتوج تقل عندنا، المنتوج بالنسبه للجفاف والغلاء ديال الاعلاف المنتوج قليل. والله يجيب شي رحمه من عند سيدي ربي، الله يلطف بنا. كيسولوا واش كندبحوا اللحم ديال اللي جايه من البرازيل وهذا، قلنا لا ودي حنا راه الخير هذا مازال ما دخل، كما قال السي عبد الرحمن مازال ما دخلش هذا الخير هذا لمدينه اكادير، مازال الناس خصهم يزعموا الحمد لله على اللحوم ديال مدينه اكادير. علاش الناس عندهم حيتاش كيتفرجوا بزاف واقيلا في هذا الشيء ديال الفيديوهات، داك الشيء اللي شافوا في الرباط وهذا الشيء اللي كيدوز في المهم راك عارف بحال هاد الحوايج هادو اللي كيشوفوا الناس بزاف، داك الشيء علاش واقيلا ولاو تيخافوا منه. قالوا لك راه واش ملي شافوا كاع داك الفيديو في الرباط ديال داك العجل اللي قالوا لك راه شنو فيه هذا، والناس ولاو تيخافوا. ولكن الحمد لله بالنسبه للمحل هنا في انزكان راه الناس كيزعموا علينا الحمد لله وتيتقداو وبخير الحمد لله الحمد لله، حيتاش دابا كاينه واحد القضيه بالنسبه للانسان اللي كيتقدا عندك ديما وعارف المحل بالنسبه فيه الجوده ديالو، واي واحد في المغاربه الحمد لله بالنسبه لمدينه اكادير كيزعموا على المحلات اللي تيتقداو فيهم ويزعموا ويتقداو الحمد لله، راه ما كايناش شي حاجه اللي يخافوا منها. ورمضان كريم